مساء الخير لكل متابعي برنامج الكرة والجماهير في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج الكرة والجماهير. الزمالك المنتشي بفوز ولا أجمل ولا أروع في وقت مهم جدا للزملكاوية، أما الأهلي يتعثر في إفريقيا ويدخل في حزبة بيرما. طبعا نرحب الأول بضيوفنا. معايا ضيفنا النهارده الكابتن حسام كوستا. اهلا بيك يا كابتن حسام، منور برنامج الكره والجماهير. اهلا بحضرتك، برحب بيك وبرحب باسره البرنامج وبرحب بالساده المشاهدين، وسعيد جدا ان انا مع اخويا وصديقي كابتن احمد، ويا رب تبقى حلقه جميله على الساده المشاهدين. كابتن حسام طبعا مدير فني بقطاع البراعم، مواليد 2010 في نادي الزمالك. مدير فني معايا فرقه 2010 السنه دي، ومن السنه اللي فاتت وانا بحضرهم يعني، ومعايا السنه دي ان شاء الله عاملين نتائج هايله يعني، وهيبقى امل نادي الزمالك الفتره اللي جايه. كل التوفيق يا كابتن حسام ان شاء الله. الله يكرمك، ربنا يخليك يا كابتن. نجمنا الخلوق، ويعني يعني هو مش ضيف طبعا، الكابتن احمد صلاح، هو كالعاده نجم من نجوم التحليل في برنامج الكره والجماهير. كابتن احمد صلاح غني عن التعريف، مدرب حراس المرمى بقطاع النشيد بنادي الزمالك. منور الدنيا يا كابتن احمد. اهلا بحضرتك استاذ احمد، وشرف ليا دايما التواجد مع حضرتك والله، وبرنامج جميل كره مع الجماهير، وذوقك يا كابتن احمد ربنا يخلي حضرتك، وشرف ليا التواجد مع كابتن حسام كوستا اخويا وحبيبي. وبعدين انا شايف بقى ما شاء الله على وجوهكم نتيجه الزمالك، فوز الزمالك وتعادل الاهلي، فانا شايف الابتسامه العريضه في وجوهكم يعني. لا فوز الزمالك الاهم طبعا. فوز الزمالك الاهم. ايه رايك يا كابتن؟ وضمان الزمالك بنسبه 90%. هو الزمالك محتاج نقطه ولا ايه؟ الزمالك ان شاء الله محتاج نقطه، اما الاهلي محتاج اربعه في مباراتين. بنتمنى النادي الاهلي ان هو يحققها ان شاء الله، ربنا يسهل وكل التوفيق للرياضه المصريه سواء اهلي او زمالك في صالح الكره المصريه ان شاء الله. سؤال حلقتنا النهارده، ما تقييمك لاداء فايلر في افريقيا حتى هذه اللحظه؟ ده سؤال مشاهدينا، نرجو الاجابه من خلال المشاركه على الهاتف اللي هيظهر امام حضراتكم. ندخل بقى النهارده في الحلقه الساخنه جدا، وفقرتنا الاولى تحليل مباراه الزمالك وزيسكو. الزمالك يفوز على زيسكو بهدفين، بن شرقي ومصطفى محمد، ويقترب من التاهل لدور الثمانيه بدوري الابطال. نقطه واحده تكفي الزمالك للتاهل الى دور ربع النهائي لدور الابطال، والصداره قد تكون تاريخيه. تتفق معايا يا كابتن احمد؟ والله بتفق مع حضرتك، بس لازم تاريخية نفوز. تاريخيه في ايه؟ انت هتلاعب لازم مازيمبي. نفوز مازيمبي. أيوة. لازم على مازيمبي 4-0. ايه رايك يا كابتن حسام؟ انا اختلف شويه بس معاكم في القصه دي. اولا نادي الزمالك لازم يسقر طبعا الهزيمه الاول، الهزيمه في مباراه الذهاب، في مباراه العوده لازم يسقر من الهزيمة. دي مبدئيا. تاني حاجه ان انت ما تدخلش نفسك في حزبه بيرما. انت لو خدت بونت من الماتش الجاي، واي فرقه من اللي معاها 2 بونت كسبت هيبقى معاها 3 بونت، تمام. فانت ممكن الماتش اللي بعديه هيبقى معاها 5 بونت، قصدي ممكن الماتش اللي بعدين انت رايح للاول أغسطس هناك. لو قدر الله حصل حاجه في الماتش وكسبك مثلا بنتيجه 3 اكس 3 يعني الزمالك نقدر نقول ان هو برضو لازم على الاقل تعادل في مباراه اول اغسطس بعد ما يكسب مازيمبي في القاهره. بص، انت معاك عصفور في ايدك، تمام. الماتش الجاي في ملعبك قدام، تمام. مع جماهيرك وجمهورك وغير كده وكده. نادي الزمالك انت متعود على البطولات، متعود على المكسب. ما ينفعش فرقه زي السنه اللي فاتت لما رحت حصل دروب في ماتش الجرماهية، تمام، واتغلبت 4 هناك. طبعا كانت حاله غريبه من اللعيبه كلها، كانت حاله سيئه جدا في الماتش ده، رجعت كسبت 4 في القاهره. فهو ده اللي احنا متعودينه على نادي الزمالك وعلى ان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك. الساده المشاهدين، نحب برضو نعرف حضراتكم ان ترتيب المجموعه نادي الزمالك كالاتي: مازيمبي الاول برصيد 10 نقاط، الزمالك الثاني برصيد 7 نقاط، اول اغسطس الثالث برصيد نقطتين، اما الاخير فهو زيسكو في المركز الرابع يتزيل القائمه برصيد نقطتين. الزمالك يبعد عن الصعود بنقطة واحدة ولسه له مباراتين، مازيمبي في القاهرة وأول أغسطس خارج الأرض. نروح يا كابتن أحمد صلاح، أول سؤال النهاردة، إيه رأيك في أداء لاعبي الزمالك وتشكيل كارترون في المباراة مع زيسكو؟
والله بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ احمد، تشكيل كارتيرون الماتش امام زيسكو انا شايف ان هو تشكيل الامثل الموجود دلوقتي في نادي الزمالك. ده التشكيل الواقعي. ده التشكيل الواقعي. ممكن نتكلم في ايه، ان مثلا هنتكلم مثلا اوباما او سيد زيزو مثلا او سيد زيزو. هو ده ممكن الاختلاف البسيط لكن التشكيل بصراحه هو تشكيل مثالي. هو مثالي دلوقتي يعني. الفرقه دي بصراحه هي موديل جاهز، قدر يثبت التشكيل على الوضع ده. قدر يثبت التشكيل على الوضع ده. وهو طبعا لعب مباراه طنطا بتسع لعيبه جداد، منهم اثنين لاعب يعتبر ناشئين اللي هو احمد عيد، وكان الفوز فيها ثلاث اهداف، كان المنتدى يعني رائع جدا. شاف التشكيل طبعا تشكيل مثالي من مستر كارتيرون، قدر يسيطر على المباراه بصراحه في اول خمس دقائق، وقدر ان هو يحرز هدف طبعا من عن طريق اشرف بن شرقي في الدقيقه 5. نادي الزمالك بعد ما يجيب هدف بيحصل تراجع. بقى التراجع ده يا استاذ احمد بيبقى موجود فين؟ في الدفاع. دفاع قلب دفاع نادي الزمالك فيه مشكله خطيره جدا. ايوه، بعد ما بيحرز هدف بيحصل تراجع في الاداء. ده بيولد الاخطاء اللي هل هي ثقه زايده يا كابتن احمد؟ لا، ولا هي عاده اللاعب المصري؟ لا، عاده اللاعب المصري. انا جبت جون لا خلاص، انا كده يعتبر بالنسبه لي انا كسبت المباراه كده، بقت في ايدي وابدا اريح وخلاص يعني ما عادش بقى. وده اللي حصل. وده اللي حصل برده في ماتش طنطا، برده الزمالك برده جاب هدف قام دخل فيه التعادل، وكان هيتغلب في الماتش ده ورجع يخسر. فشايف ان برده القلب الدفاع بتاع الزمالك لازم تظبيط اكتر من كده. لازم التركيز طول 90 دقيقه. يعني لازم التركيز من الونش، ولازم محمود علاء. طبعا عبد الشافي بيقدم بصراحه السنه دي، انا شايف ان هو موسم هايل ليه برده السنه دي، مع ان في ناس اتكلمت عليه. في ناس اتكلمت قالت لك لا، ان المفروض ان هو يلعب مكانه عبد الله جمعه. لا، افكرك عبد الشافي امتى بقى كويس يا كابتن احمد. كابتن حسام يتفق معانا، من مباراه بيراميدز. فعلا، يعني هو كان من اوف ذا ماتش. فعلا. هو من بعد مباراه بيراميدز وهو ما شاء الله ماشي بمستوى ثابت. بصراحه عمل مباراه هايله. هايله بصراحه. يعني انت شايف اداء اللعيبه فيه تراخي بعد الهدف. بعد يعني اول خمس دقائق بصراحه انا شايف ان هم افضل من، يعني في الشوط الاولاني هم افضل خمس دقائق. هنتكلم ان احنا الشوط الاولاني هنقسمه، هنقول ان ممكن الزمالك 20 دقيقه الى حد ما يعتبر سيطر على المباراه، سيطر فعلا بعد سيطر كده واحرز هدف بس كان ممكن يخش فيه هدف. خلينا نتكلم برضه عشان دي الاخطاء برضه الموجوده في. انا احب التحليل الواقعي يا كابتن احمد. فعلا يعني انا شايف مستر طبعا كارتيرون، انا شايف انه من المدربين الممتازين جدا بصراحه. انا شايف ان هو فكره عالي جدا. هو طبعا لعب بطريقه 4-2-3-1، الطريقه دي بصراحه ناجحه من الزمالك. يعني دي من وبعدين عندك بقى برضه فرجاني ساسي وطارق حامد في نص الملعب، الاثنين دول حكايه يعني. حكايه، بس انا فرجاني ساسي برضه لازم يركز اكتر من كده. في استهتار زياده قوي مبالغ فيها كابتن احمد. يعني انا شايف ان فرجاني عمل اكتر مثلا من ميس باص في مباراه يعني سهله. ده استهتار. انا شايف ان ده استهتار او عدم تركيز. هنتكلم ان هو برضه الى حد ما فرجاني ساسي لازم يركز اكتر من كده. فرجاني ساسي انا شايف ان هو من اللعيبه الهايله في افريقيا على فكره. تمام. طبعا امكانياته عاليه جدا، بس عدم وجود طارق حامد جنب فرجاني بيبقى في اخطاء عند فرجاني كتير قوي. انا شايف ان طارق حامد الى حد ما بيقلل اخطاء فرجاني. اكيد طبعا، ده المقاتل زي ما بيقول. اكيد يعني. فعلا طبعا. نروح للكابتن حسام. بن شرقي يتالق ويصل لهدفه الافريقي الخامس مع الزمالك في 7 لقاءات، ويصبح ثاني اكبر هداف اجنبي للفريق في بطولات افريقيا بالتساوي مع ستانلي، 5 اهداف في 13 مباراة، وخلف عبد الله سيسي 18 هدف في 13 مباراة، ومقارنة بكهرباء 20 لقاء أفريقي مع الزمالك سجل 4 أهداف. رأيك إيه في أداء بن شرقي؟ لا، بن شرقي إحنا كسبنا بصراحة. بن شرقي أولا لعيب مميز، متطور، لعيب دولي، بيعرف إزاي يكسب المواقف. تمام. عنده رؤية، هداف بصراحة. لا يعني نقدر نقول لاعب متكامل يعني. لاعب بصراحة. وبعدين الحتة دي كانت ناقصة يعني. انت لسه قايل حضرتك دلوقتي كهربا مثلا، مقارنة بكهربا، كهربا لاعب عنده سرعات، عنده قوة وعنده مهارة، بس الفينش بتاعه قليل جدا على المرمى. أيوة. عنده الفردية زايدة شوية عن على 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 رتم لعبه. لكن بن شرقي انا شايف ان هو الحتة دي عنده مكتملة يعني من ايام ما كان في الوداد. بس هو كهداف يعني، مثلا احنا قلنا يعني مثلا عندك كابتن عبد الله السيسي ده كان هداف نادي الزمالك، كان 8 اهداف في 13 مباراة. عفوا انا قلت 18، لكن هم 8 اهداف في 13 مباراة. لما تيجي تبص النهارده لاهداف بن شرقي 5 اهداف، ما شاء الله ده يعني سكور كويس. سكور كويس، وهو ما بيلعبش باستمرار يعني. بن شرقي قعد فتره يعني. أيوة. يعني ما كانش بيلعب، بس كان يعني برضو مستر كارتون برضو. انا حنزين برضو يعني اكمل على كلام احمد. بصراحه انا شابوه لي هو وجهازه الفني الفتره الاخيره. كارتيرون المدرب. كارتيرون. يعني شابوه لي طبعا. كونه ان هو يطلع اللعيبه من الحاله النفسيه اللي كانت فيها فتره صغيره جدا. كان في احباط
للجمهور ومجلس الاداره واللعيبه كل بصراحه نادي الزمالك كله في احباط بطريقه غريبه بعد الهزيمه بتاعه الجيش وتعادلين ورا بعض كان في احباط فعلا فكونك ان انت تطلع اللعيبه بالحاله النفسيه دي تمام وتدي لهم الثقه وتعمل عمليات التدوير كمان حته التدوير دي احنا شفناها في ماتش طنطا مغير 9 لعيبه فعلا وعمل دك كويس وعمل البديل الكويس يعني تعالى قبل الماتش وهو راجل هادي على فكره جدا حتى ما كان في النادي الاهلي قبل كده هو صامت طول الوقت مالوش في العصبيه خالص بيبعد عن حتى التحكيم وتصريحاته متزنه وعاقل لا وفي حاجه برده كمان يعني الجهاز المعاون كابتن سامي الشيخ بصراحه يعني لا ليهم دور واضح قوي بس ايه رايك في لقطه بن شرقي في احتفاله على طريقه راشيد ياكيني بعد ما احرز الهدف لا هو دمه خفيف بن شرقي يعني دايما دول شمال افريقيا معانا على الشاشه دلوقتي شايف يعني حتى اميره برضو عامله شغل كويس بجد الله يرحمه كابتن رشيد ياكيني ده كان طبعًا من نجوم نيجيريا طبعا بس هو رشيد بن شرقي بيفكرنا برشيد ياكيني اهو بعد ما احرز الهدف عشان الحركه دخل جوه المرمى بس في فرق بعد احتفل بايده اروح للكابتن احمد صلاح بن شرقي يرفض التسجيل ويعطي الكره لمصطفى محمد ليسجل هدفا الهدف الثاني لنادي الزمالك وهذا انكار ذات وده ما كناش بنتعود عليه في نادي الزمالك قبل كده والله استاذ احمد انا شايف ان دي لقطه المباراه فعلا يعني دي لقطه المباراه معاك يا كابتن احمد لقطه المباراه كلها دي ما كانتش موجوده في نادي الزمالك الحب من اللعيبه طبعا الحب من اللعيبه يعني اشرف بن شرقي بصراحه كان يقدر يسجل هدف كان يقدر يسجل بسهوله هدف. يعني كان يلعبها على شمال حارس المرمى بسهوله طب بيفكرك ايه بالهدف ده في النادي الاهلي يا كابتن احمد حصلت مع مروان محسن تمام من قفشه ومروان محسن قفشه ومروان محسن وحسام غالي ومتعب هي دي الروح بقى يعني ده المكسب اهم حاجه الحب من اللعيبه بس ده كابتن احمد يعني انا شايف شخصيه مدرب هو اللي بيعمل الالفه بين اللعيبه طبعا كونك ان انت تحبب نجوم خلي بالك برضو حته ان انت تقعد نجم او ان انت مثلا تبرز مثلا نجم عن نجم دي صعبه جدا كونك ان انت تقرب بقى كل النجوم دي من بعض وتخلي في انكار ذات زي اللي حصل ده مثلا دي حاجه بصراحه دي اللي خلى برضو مصطفى محمد ان هو يعتبر دلوقتي هداف لا وبترجع له الثقه في نفسه بقى يعني راجل فروي يعني هقول لحضرتك على حاجه الشوط الثاني مصطفى محمد مضيع كورتين يعني كانت في كوره اللي جت في القائم وفي كوره ثانيه بعديها كان كورتين سهلين الهدف ده قدر برضو يدخل مصطفى محمد ثاني برضو في الصوره رجعه برضه في الصوره بصراحه الشوط الثاني بصراحه شايف نادي الزمالك قدر ان هو يهاجم بكل خطوطه طيب سؤال وهحتاج اجابه الكابتن احمد واجابه الكابتن حسام ولاعب واحد بس من نجم المباراه مصطفى محمد طبعا والكابتن احمد انا شايف التغييرات زيزو مصطفى فتحي اخر نص ساعه زيزو انا عايز لاعب واحد من هو رجل مباراه الزمالك وزيزكو خلينا نقول اشرف بن شرقي عشان اللقطه الجميله اللي هو عملها والهدف الاول هو صاحب ويعتبر صاحب الهدفين هدف واسيست انا ليا وجهه نظر ايه وجهه نظرك يا كابتن اولا مصطفى محمد كان عامل محطه يعني تمام. جميله جدا هو لعب اثنين هيدرز ما شاء الله يعني كل كوره بص يا كابتن احمد كل كوره عاليه الارتقاء عالي جدا كل كوره عاليه كل كوره على الارض مصطفى محمد عامل محطه وعامل السكند بول للي جاي من نص الملعب بصراحه ده كان بيريح الناس ان انت ايه ان الكوره حتى اللي متطفشه تمام انت بتلاقي اللي يرجعها لك ويبقى فيه استحواذ لفرقتك تمام. فده مصطفى محمد برضو يعني ضاع كتير في الماتش في كورتين بس هو الحمد لله يعني في نهايه المباراه على فكره ما فيش فيرو ما بيضيعش يعني ده وارد ربنا كرمه بقى في الجون ده بصراحه انا شايف ان اشرف بن شرقي هو يعني اللي يستاهل عشان لقطه الجون التاني الجون الثاني فيها انكار ذات جامد يا كابتن يعني انا شايف ان بصراحه لا واقول لحضرتك على حاجه انا شايف ان هي جديده على اشرف بن شرقي طيب هل في المباراه هل هناك ركله جزاء لنادي الزمالك كره محمود علاء اللي طالب بضربه جزاء والحكم يعني اشار باستمرار اللعب هل كانت صحيحه ام لا انا شايف ان لا ما كانش فيها ضربه جزاء لان ما فيهاش ضربه جزاء كابتن حسام لا برضو يعني انا شايف برضو ما فيهاش ضربه مش متعمده يعني طيب في الاونه الاخيره اصابات اللعيبه يعني اصابات اللاعبين بطريقه صعبه جدا يا كابتن احمد يعني شايفين ساسي خرج مصاب في الدقيقه 43 وفي برضو مصطفى محمد مصطفى محمد برضو ايه سبب الاصابات دي الضغط المباريات
ضغط المباريات في الدوري كل 3 ايام ماتش وبعد او افريقيا، يعني انا شايف ان هي دي سبب من اسباب الاصابات اللي هو ضغط المباريات. ضغط المباريات. انا شايف ان فوز الزمالك على زيسكو بالاداء ده، انا شايف ان هو كان سببه اراحه اللاعبين في ماتش طنطا. تمام. يعني هو ده يعني كان سبب الراحه دي. الراحه دي كانت ايجابيه، كانت ايجابيه. انا شايف ان هي كانت راحه ايجابيه ادت ان خلت الفريق الاساسي ان هو يؤدي بالاداء ده في الشوط الثاني كمان بالذات. روح لسؤال ثاني برضو، هل هدف مصطفى فتحي يرتقي وصفة هدافي دوري الأبطال متفوقا على بن شرقي وحسين الشحات بعد الهدف الذي شج... أنا قلت مصطفى إيه؟ مصطفى فتحي. مصطفى فتحي. مع مصطفى فتحي معلق معايا بس برضو. معلش يا أستاذ ده الحاوي. مصطفى محمد يرتقي للوصافة في دوري أبطال أفريقيا متفوقا على بن شرقي وحسين الشحات بعد الهدف الذي سجله أمس في مباراة زيسكو. إيه رأيك في هدف مصطفى محمد وإنكار الذات من بن شرقي؟ اتكلمنا على انكار الذات بن شرقي وبصراحه يعني رفعنا له القبعه. مصطفى محمد مركز، مصطفى محمد ما بيبصش للميديا والكلام اللي على الفيسبوك وعلى الـ وعلى الـ حتى بسبب التصريحات كان ممكن يتاثر، ما تاثرش، كان ممكن لاعب زيه ولاعب صغير سن يعني ممكن يتاثر. ممكن يتاثر بصراحه في حاجه زي كده. لا هو مطلع كل الكلام ده بره، يعني بره تركيزه. أيوه. ومركز في الكوره، مركز ان هو يبقى يلعب وبعد كده ربنا يكرمه زي ما حصل كده الماتش. عشان كده انا قلت مصطفى محمد ربنا كرمه بالهدف عشان تعب في الماتش بصراحه. انا ده كل مجتهد نصيبه يا كابتن حسام، وده اللي ان شاء الله هيوصله للاحتراف ان شاء الله. يعني هو لعيب عنده مؤهلات. هل الزمالك ممكن يعني يخرجه الاحتراف يا كابتن احمد ولا لا؟ شايف نادي الزمالك، لا شايف نادي الزمالك لو جاله عرض كويس لا هيخرجه الاحتراف. يعني احنا بحاجه ان احنا نطلع لعيبه محترفين كتير. نروح بقى للقطة، احنا يعني انا مش عارف بصراحة مدى صحتها، وما يبقى معايا اتنين زملكاوية بحجم الكابتن احمد صلاح والكابتن حسام كوستا هم يفيدونا في الموضوع ده اكتر. واحنا ما بنقولش اللقطة دي نقصد منها زعزعة الفريق او استقرار الفريق، لا احنا دي حاجة اتعرضت على مواقع السوشيال ميديا ومعانا اتنين زملكاوية جمال، كابتن حسام وكابتن احمد، هم يكلمونا عن اللقطة. كابتن أوباما لحظة خروجه أو تبديله من المباراة هل بصق على جمهور نادي الزمالك في المدرج؟ لا 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 محصلش. ما حصلش. لا لا لا. كابتن أحمد. لا هو بص أقول لحضرتك على حاجة. اتفضل. أوباما لما يعني أي لعيب بيخرج ممكن مثلا يبقى فيه حاجات مثلا متراكمة أو كده. انفعال مثلا. لكن هو بصق على جمهور الزمالك لا. أوباما بصراحة من اللعيبة الممتازين جدا، إحنا بنتمنى له كل خير. تمام. هو بصراحة هو جمهور الزمالك فيه حب كبير. لا هو ابن النادي. يعني هو ابن النادي طبعا. فيه حب كبير مع جمهور الزمالك. فشايف يعني إن هو البصق ده لا ممكن يكون عشان بس لو يعني على فكرة يعني حاجات بتحصل مثلا ولا حاجة تبقى حاجات عنده مثلا بلغم أو كده فلا ممكن تبقى سيد الكاميرا يعني هي ما تبقاش مقصودة. لا هي مش مقصودة خالص. هو هتتقصد في إيه؟ يعني أيوة. هو أوباما قدم مباراة كويسة. هو ضيع على فكرة، هو ضيع أهداف، هو ضيع. خلينا نتكلم الشوط الأولاني مضيع هجمة كانت سهلة قوي جون، والشوط الثاني برضه. وممكن هو كان مثلا خارج زعلان إن مثلا كان نفسه يؤدي أكتر من كده، فبيبقى اللاعب في حالة غضب فممكن الكاميرا خدت لقطة فيقول لك أنت عارف بقى مواقع السوشيال. ما هي للأسف الأمور. للأسف أستاذ أحمد، إنما أوباما حد جميل وحد يعني بيحب نادي الزمالك ومحترم جمهور النادي ولو حب جمهور النادي الزمالك بيحبه، فشايف إن الموضوع مش مقصود خالص على جمهور الزمالك خالص أصلا. هو رد على الكلام ده كابتن احمد، ونشوف الصوره اللي هو منزلها معانا يا اميره، صوره كابتن اوباما. انا فاكر هو من الطبيعي مثلا ان هو مثلا الباسك او كده ممكن هو خارج اي حد عامه يعني ما خلاص. أيوة. بيبقى خلص لعب او مثلا فدي حاجه بصراحه ما لهاش دعوه بالجمهور خالص. دي حاجه طبيعيه خالص يعني كل اللعيبه بتعملها. هو معلق على صفحته على الانستجرام ويكتب في الصوره الزمالك رقم واحد طبعا. وبيشور على جمهور نادي الزمالك طبعا. يعني حتى برضو الصوره معانا دلوقتي اهي عامل لهم قلب يوسف كمان. أوباما لا يوسف أوباما مستحيل يعمل كده. يوسف ابن النادي يعني مستحيل يعمل كده ونادي جمهور نادي الزمالك بيحبه. وبعدين يوسف في الفتره الاخيره كمان كابتن احمد يعني انا شايف ان هو بيأدي باداء كويس جدا. لا يعني ما شاء الله عامل طفره في نادي الزمالك. انا شايف هو فاضل الفينش. انا شايف الفينش هو عامل رقم 10 في مصر حاليا يوسف أوباما. لا عبد الله السعيد عشان بس ندي كل واحد حقه. تمام. عبد الله السعيد تمام. يوسف أوباما. طب ولو في الاهلي هتقول كده يا كابتن حسام؟ انا قلت قفشه. انا قلت قفشه. قفشه. انا قلت عبد الله السعيد. أيوة. يوسف أوباما قفشه. قفشه ثلاثه. اكتر احسن ثلاثه بيأدوا في وعلى فكره الثلاثه اما يبقوا في حاله تنافس ده يعني
هيعود على الكره المصريه يعود على الكره المصريه طبعًا. منتخب مصر طبعًا. يبقى عندك عبد الله السعيد وقفشه ويوسف وبما دي حاجه كويسه على الاقل يبقى في عندنا البديل واحد واثنين وثلاثه ده اللي احنا محتاجينه في الفتره الجايه عبد الله السعيد معلش يعني يعني ربنا يديله الصحه وكل حاجه وما شاء الله هو عامل يعني موسم زينك يا كابتن حسام معانا اتصال الو استاذ مصطفى اتاخرنا عليك معلش يا استاذ مصطفى ممكن تعلي الصوت شويه يا استاذ مصطفى عليكم. عليكم السلام يا كابتن صحتك طيب وصحتك طيبين وحضرتك طيب حضرتك طيب يا استاذ مصطفى والله انا شايف ان فايلر كان راجل مهاجم بشكل كويس جدا 9 مباريات يعني 27 نقطه واخد 7 نقطه على انت حضرتك عجبك اداء فايلر في مع النادي الاهلي في الدوري وفي افريقيا يا استاذ مصطفى لا ما في افريقيا ما افريقيا برضه يعني شكرا واضح ان الاتصال فيه حاجه معانا الاستاذ محمد حمدي صديق البرنامج الزمالكاوي الجميل الو استاذ محمد اتصل بينا تاني يا استاذ محمد نروح لسؤال مهم جدا واكيد بيفرح كل الزملكاويه الشبكه اتفتحت وعادت الروح بعد الشر الذي قام به او بعمله العتال وابنه وعباس وابنه وده كان تعليق السيد المستشار مرتضى منصور على فوز الزمالك امام زيسكو ايه رايك يا كابتن احمد في الكلام ده والله يا استاذ احمد يعني السحر والكلام ده كله هو موجود خلينا نتكلم خلينا نتكلم هو موجود يعني هو ماشي. موجود في الحياه وفي الدنيا كلها اتفق معاك يا كابتن بس لو هنتكلم مثلا المغرب دلوقتي هي من اكتر البلاد الافريقيه فيها سحر في افريقيا في كوت ديفوار الكاميرون البلاد الافريقيه السحر هنا ليه ما خلوهمش ياخدوا كاس عالم انا بحترمك وبحترم تحليلاتك الواقعيه يا كابتن احمد واتمنى ان الكلام يعني بتاع حضرتك ما يبقاش تقيل على الزملكاويه وخصوصا ان في ناس بتاخد الكلام والتحليلات يعني بياخدوها من حته تانية ومن زاويه تانية وبيزعلوا السحر لا علاقه له بكره القدم وحضرتك حتى في الحياه كمان ان المغرب كان ياخد كاس العالم يعني المغرب كان او في اي فرقه من فرق من او فرق المغرب او اي فرق المغربيه في بطولات افريقيا تحصل على البطولات او شرق اسيا مثلا برضه في شرق اسيا برضه في سحر كان الحاجات دي كلها حتى في الحياه حضرتك دلوقتي اي حد بيعمل لاي حد مثلا لا قدر الله سحر او حاجه زي ما كده ما بتاثرش على حياته كله بامر ربنا معانا كله بامر ربنا معانا اتصال يا كابتن احمد الو اسامه الو السلام عليكم استاذ اسامه الاسماعيليه الله يخليك الله يخليك يا باشا بمسي على الساده الضيوف كابتن احمد وكابتن خالد كابتن حسام وكابتن احمد كابتن حسام ايوه يا فندم اتفضل يا استاذ اسامه معاك يا فندم بتكلم على الكابتن فيلر المدير الفني للنادي الاهلي ايوه هو طبعا هو اكيد يعني في انا هتكلم عن الدوري هو طبعا الدوري انت عارف بقى الدوري ماشي ازاي وحكام المصريين وكده ماشي افريقيا يا فندم خلاص انا متفق معاك انت بتقول رايك فالدوري ده حاجه ثانيه طبعا انت عارف الدوري ماشي ازاي وافريقيا ماشي ازاي طبعا في افريقيا مفيش مجاملات ولا في الكلام ده ولا في اي حاجه يعني انت شايف حضرتك ان الاهلي في الدوري بيكسب عشان الحكام وفي افريقيا عشان مش حكام مصريين حكام كابتن 5 دقايق وقت ضايع ضربه جزاء بتتحسب النادي الاهلي معروف طبعا كابتن جهاد جريشه الكابتن ابراهيم نور الدين الناس دي معروفه يعني معروفه عضويتها في نادي الاهلي ومعروفه طب تقييم حضرتك ايه يا استاذ اسامه لفايلر في بطولات افريقيا؟ في افريقيا هو يعني المدرب لا يصلح لان طبعا نتائجه باينه وهو ما فيش تعبان يعني تعبان يعني لو جبت اي مدرب وحطيت هيحط 11 لعيب هيكسب اي لان طبعا الاهلي في كل اللعيبه حضرتك بتناقض نفسك كده يا استاذ اسامه هيكسب ازاي ما هو عايز عشان يكسب عايز حكام مصريين ما هو ماشي ده انا بك ايه انا بتكلم عن الدوري انا بتكلم عن الدوري هو اي مدرب بيمسك الفرقه في الدوري
اي واحد هيحط التشكيل معروف. انا بتكلم على الافريقيا طبعا، طبعا انت عارف بقى حكام افريقيا وما فيش طبعا بقى في ولا في مجاملات ولا في الكلام دوت، فكل واحد بقى بيظهر. فطبعا النهارده انت شفت الاهلي عامل ازاي، والمباراه بتاعت البارح برضو بتاعت النهارده ولا بتاعت البارح 1-1 واخد بالك. ف شكرا شكرا اتصال يا استاذ اسامه. معانا اتصال الكابتن سعيد الشناوي. كابتن سعيد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. الو ايوه معاك يا كابتن سعيد اتفضل. السلام عليكم يا كابتن احمد، ازي حضرتك؟ اتفضل. تحياتي للضيوف الجمال واحلى زملكاويه موجودين. أنا كابتن احمد صلاح، كابتن كوتا، الجمال صناع النجوم في نادي الزمالك اللي بحبهم على المستوى الشخصي، ومنورين بشياكتهم وشياكتك والكاريزما الجميله اللي موجوده اللي نادي. ربنا يخلي حضرتك ده من ذوقك والله يا كابتن سعيد. ده كابتن سعيد من الناس الزمالكويه المحترمين، كبير مشجع يعتبر، انا كبير مشجع الزمالك يعني. في الشارع الرياضي المصري في عجاله سريعه عشان ما اضيعش وقت حضرتك. اتفضل. نادي الزمالك كارتيرون حطم كل الشكوك اللي كانت بتحاط فيه ان هو مدير فني ضعيف الفكر. هذا الرجل حقق المعادله الجميله وحقق الاستراتيجيه الكامله. وعايز اقول لكابتن احمد صلاح وكابتن كوستا ان هناك فرق ما بين الفكر والرؤيه والاستراتيجيه، وهذه الاستراتيجيه الخاطئه لفايلر هي التي اوقعت النادي الاهلي في ضياع مباراه ضعيفه وكانت سهله في ايدينا جدا جدا جدا. تمام تمام سامعني يا كابتن احمد؟ تمام يا كابتن سعيد. سامعني؟ سامعك يا كابتن اتفضل. حبيب طيب في عجاله سريعه اتكلم على ابارك لنادي الزمالك الاول وصعوده، وصعود نادي الزمالك وعوده الروح الجميله لنادي الزمالك اللي كنا متوقعينها، وعوده الحماس والرجوله والفكر العالي الكارتيرون اللي حققه مع نادي الزمالك. سؤال حضرتك بالنسبه لموضوع حلقه النهارده، فايلر عاوز اقول له تراجع نفسك من جديد. هناك فرق يا كابتن فايلر ما بين الفكر والرؤيه والاستراتيجيه، والاستراتيجيه ممكن نقعد نتكلم فيها ساعه، وكباتن نجومنا الكبار صناع النجوم طبعا عارفين وفاهمين ايه ده كويس. تمام. ولكن على امل ان النادي الاهلي يرجع تاني ويعود، وبعد خاصه بعد فوز النجم الساحلي أيوه. على الهلال وحقق معادله صعبه جدا النهارده، ووضع الاهلي في موقع حرج جدا جدا جدا. عندي خبرين حصري لبرنامج الكره والجماهير. انا سبتهم اقول لحضرتك وما رضيتش اقولهم انا. طيب لا انا خبر حصري انا هقوله بالنسبه لكباتننا الجمال، وانا زملكاوي طبعا تمام، وعاشق لتراب نادي الزمالك وبحب نجوم الزمالك، وطبعا بقول لاحمد صلاح وكابتن كوستا اسماءكم انتوا الاثنين مرشحين ضمن منظمه الايك التي تتبع الاتحاد الايطالي لتنمية ورفع مهارة مدربي قطاع الناشئين في العالم كله لحضور الدورة في شهر أغسطس، وهيجي لكم خطابات على نادي الزمالك لحضور 120 ساعة في إيطاليا داخل نادي ميلانو في إيطاليا، وهبقى أبلغ كابتن أحمد صلاح بالتفاصيل الكاملة إن شاء الله بعد ما يخلص البرنامج. أنا سبتها لحضرتك أهو يا أستاذ سعيد، أنا سبت الخبر الحاصل، أنا ما رضيتش أقول لهم بجد. والله سعيد خبر جميل والله. يعني حتى في الكواليس ما رضيتش أعرفهم، قلت أسيب الكابتن سعيد هو اللي يبلغهم. لا كابتن سعيد بصراحة يعني حاجة محترمة وشرف لينا والله كابتن سعيد والله. حد جميل. لا حبيبي لا والله شرف لينا، وحد زملكاوي جميل جدا والله. شرف فيكم يا حبيبي، أنتم صناع نجوم وطول عمر الزمالك بيطلع نجوم، وعايزين مدرسة الزمالك هترجع على ايديكم، ونشدت المستشار مرتضى منصور الراجل الطيب ده والله طبعا العظيم راجل طيب يا جماعه. شكرا شكرا. الخط يعني خلاص قطع الاتصال. كابتن سعيد ده خبر طبعا انا عارفه من امبارح، بس انا قلت كابتن سعيد بقى هو لا بس مفاجاه جميله يا استاذ جميله والله. وانتوا تستاهلوا كل الخير يا كابتن. لا حضرتك تستاهل كل الخير وبرنامجك جميل والله وجماهير برنامجك كمان حبيبي. ربنا يخليك. معانا اتصال استاذ محمد عبد السلام من الشرقية الناقد الرياضي. الو الو استاذ محمد. ايوه السلام عليكم يا كابتن احمد. حبيبي مساء الخير. مساء النور يا باشا. اتفضل يا حبيبي. حضرتك بس اكلمك في نقطتين. اول حاجه الاتصال اللي كان الاستاذ اسامه اللي هو رن اللي اتصل حضرتك من شويه، الدراويش بقى والاسماعيليه
الاستاذ اسامه بيقول ان النادي الاهلي غير موفق في نتائجه في افريقيا بسبب الحكام في افريقيا، ان هو بيقول لك حكام افريقيا مش زي حكام المصريين، بس برغم ده اللي هو ما يعرفوش ان النادي الاهلي رقم واحد في افريقيا واكتر من خد البطوله. طيب يعني تمام البطوله ما فيش تحكيم، ده انجاز يعني كده كده المفروض ما يتكلمش خالص في موضوع افريقيا ديت. ثانيا السؤال بتاع حضرتك ان فايلر ايه رايي، انا صراحه شايف ان فايلر احسن مدرب جه في مصر اخر خمس سنين، والنتائج اللي بتقول كمان يا استاذ محمد مش شايف ان هو بيخطئ في النتائج الافريقيه، وده مش خطا، ده متعادل بره ارضه. تمام، لو هتيجي تقارن بالنتائج دي بيب جوارديولا من اعظم مدربين في التاريخ، محطم ارقام يعني، ما خدش دوري ابطال اوروبا اللي هو اصلا مانشستر سيتي بيدفع له فلوس قد كده متعاقد معاه عشان يجيبها. ايوه ده مش معناها ان هو فاشل. حضرتك عايز تقارن فايلر، شوف نفس التشكيله كانت معاه مع لازارتي عامله ازاي. كان واحد مثلا ناخد مثال ان اجاي مع لازارتي، ده كنت انا كمشجع بقول لك اجاي ما ينفعش يلعب في الاهلي وهيمشي. الراجل جه تحت قياده فايلر بقى هداف الفريق وهو المهاجم الاول. تمام. المشكله ان المدرب لازم، المدرب مش ان هو فني، لا يعرف يتعامل ازاي بفكر اوروبي. انا شايف ان فايلر فكره اوروبي قوي، بيتعامل مع لعيبه الاهلي، ده اللي محسن مستوى اللعيبه والنادي الاهلي. وان شاء الله ان شاء الله البطوله السنه دي في افريقيا، وفايلر احسن مدرب في افريقيا، ويا ريت تسجل الكلام دوت. هنتظر حضرتك يا استاذ محمد، ولازم هتعمل لنا مداخله ان شاء الله يا كابتن. ماشي يا استاذ محمد، اشكرك على الاتصال. نروح لنادي الزمالك. طبعا كنا بنتكلم بقى عن السحر والشعوذه ومهاجمه المستشار للعتال وابنه وعباس وابنه بس الفوز بقى بيلغي كل ده يا كابتن. يعني الفوز اهم شيء، المكسب بيغطي على كل حاجه. ولا حضرتك جماهير الزمالك جماهير جميله جدا، بتنسى كل حاجه يعني حصل. صراحه يعني الجمهور ده اجمل ما في نادي الزمالك جمهوره. لا وبينسى يعني الفوز بينسيه كل كل اللي فات. والله اقول لحضرتك على حاجه، في جماهير ناس بتستنى ماتش على عكس النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي النهارده لا هو الجمهور غاضب. لا وخلينا بجد، وهنيجي للنادي الاهلي وهنتكلم فيه. يعني اما الزمالك يعني معانا مداخله. الو استاذه ايمان. الو مساء الخير يا فندم. مساء النور، اتفضلي يا استاذه ايمان. حضرتك كنت بتكلم مشجعه كده من الاهلي، بتكلم يعني على انت اهلاويه ولا زملكاويه يا استاذه ايمان؟ لا انا اهلاويه. طب انا اعرف ان حضرتك، بحد بيقول لي ان حضرتك من اسكندريه. طب والمطر عامل ايه عندكم في اسكندريه يا استاذه ايمان الاول؟ لا جميل، الجو حلو يعني، جو دفى هناك. كنت في اسكندريه. الجو جميل. طب وسيدي البلد عامل ايه معاكي؟ ايه سيدي البلد؟ الاتحاد. استاذه ايمان الاتحاد. طبعا الاتحاد الاسكندري. لا مش متابعه. لا يبقى انت مش اسكندرانيه خالص يا ايمان. لا اهلاويه. اهلاويه. طيب طب سؤال الحلقه، رايك ايه يا استاذه ايمان؟ رأيي الأهلي يعني كان في الأول إن هو ما كانش زي الأول، يعني لما فايلر ركز معاه كده بقى كويس، بس المباراة بتاعت أفريقيا دي ما عجبتنيش لأن اللعيبة مش زي الأول. فعلا كلامك مظبوط والله يا أستاذة إيمان، أحييكي على يعني على التحليل وشكرا لاتصالك يا أستاذة إيمان. مش هنتكلم بقى كتير عن موضوع المستشار والعتال وعباس لان في انتصارات، طالما في انتصارات خلاص. وعلى مدار عامه في حرب على طول يعني. بص الزمالك طول عمره عايش في يعني طول عمره دوامه بيدخل في دوامه. هو في حروب يعني، انا خلينا نتكلم صراحه، حروب موجوده برضو من كل حاجه. انا ممكن بس اقول بس حاجه في حقك، اتفضل. هو في كل الانديه فيها مشاكل، بس الزمالك بتبقى مطروحه على الساحه. ما هو دايما الضوء او الاعلام بيبقى يعني بيكبر الموضوع ده. هنيجي للاعلام يا كابتن حسام، طالما حضرتك ذكرت الاعلام هنيجي للسؤال الاعلام دلوقتي. بس نروح لي برضو في تصريح للكابتن كارتيرون المدير الفني، انه لدي مقعد واحد في القائمه وافضل ان يكون كاسونجو. ايه رايك يا كابتن احمد؟ والله انا شايف ان الزمالك محتاج باك رايت، خلينا نتكلم بصراحه، مش فرود يعني، محتاجين برضه فيرو، بس احنا اكتر يعني اكتر احتياج الزمالك. لان حازم امام لا قدر الله لو في حاجه، احمد عيب من اللعيبه الممتازين، هو طالع ناشئ بس كويس. لسه ما نقدرش ان احنا نديله ماتشات كبيره برضه، الخبرات لسه ما اكتسبهاش. شايف الزمالك محتاج باك رايت، وشايف برضه ما حدش برضه اتطرق ليها خالص، انا عايز برضه يعني خط وسط مدافع.
محدش برضو اتكلم في الموضوع ده خالص. ما انت عندك محمود عبد الزهير هيرجع انت عملت ما هو عنده اصابه كبيره لسه. طب عندك محمد حسن بيأدي كويس الى حد ما بس برضو لا محتاج برضو في الحته دي برضو محتاج انا ممكن يكون وزنه زايد شويه الى حد ما يعني عشان ما بيلعبش كتير او لعبه المشاركات بس هو انا شايف الماتش طنطا وكان موجود وكان كويس. شغال كويس يعني ما انا هو ده اللي احنا بنقول بقى عليه ان كارتون عمل جاهز عمل عمليه بس هو زمالك محتاج بصراحه باك رايت وممكن نتكلم برضو شايف ان ممكن كاسونجو هيعوض الى حد ما طبعا غياب خالد بوطيب اللي احنا ما شفناهوش خالص خالد بوطيب بصراحه كان مستواه بعيد الزمالك وعمر السعيد برضو الى حد ما هو جاب جون في ماتش طنطا بنتمنى ان هو يفوق عمر السعيد ولكن هو بعيد عن حسابات كارتون عمر السعيد حد ما عشان كده كاسونجو هو اللي يعني اللي في الصوره دلوقتي تمام نروح بقى للكابتن حسام عشان الاعلام يعني يقال ان ليس هناك دعم من الاعلام لنادي الزمالك والمواقع الرياضيه تعمل ضد الزمالك الكلام ده صحيح دي حاجه ملحوظه بصراحه الحاجه الصغيره زي ما انت حضرتك دلوقتي ليه في بدايه الحلقه ليه ملحوظه يا كابتن اقول لحضرتك انت حضرتك مثلا في بدايه الحلقه لما جبت قصه اوباما مثلا تمام بص السوشيال ميديا كبرها ازاي مع ان بس ممكن احنا لما عرضنا صوره اوباما احنا بنعرضها للتوضيح للتوضيح عشان وليس لإصابة نبعد عنه نبعد عنه الشبهات نبعد عنه الشبهات انا ما بتكلمش على حضرتك انا بتكلم عامه في السوشيال ميديا عامه او مش ما بتكلمش على حضرتك ان انت عرضت انت بتعرض الصوره عشان خاطر توضح لكن في غيرك او اعلام تاني بيكبر الموضوع ده يعني بيصدر المشاكل في الزمالك او بيكبر المشاكل في الزمالك وبنفس المشاكل دي بتحصل في انديه ثانيه بس انا هقول لحضرتك على حاجه يا كابتن حسام انت النهارده الزمالك بقاله اعلام قوي بصراحه في جميع القنوات النهارده الزمالك بقاله موجود يعني في السنوات الاخيره وخلاص القناه على المشارف ان شاء الله يعني يوم 22 ان شاء الله فخلاص انت يعني منتظر ايه تاني من بعد بس انت عايز رايي بقى الشخصي اتفضل اللي بيهدم نادي الزمالك مش الاعلام الرياضي الاعلام الرياضي الزملكاوي هو اللي بيهدم نادي ضد ايوه ضد للاسف يعني يعني ما تلومش الغير لوم ابناء نادي الزمالك المتزملكين اللي هم بيقولوا المتزملكين صح يا كابتن احمد هم دول اللي عاملين ازمه نادي الزمالك على فكره هم ما كانوش بيقولوا نادي الزمالك علشان تبقى وحظ يعني عارف انتوا ليه دايما يعني انا بحب الناس الزملكاويه اللي واقفه مع المستشار ليه شفت انت المثل اللي بيقول لك هو حاطط ايده على المعارضين يعني هو عارفهم وحافظهم وعارف بيفكروا ازاي النهارده لو جالك رئيس تاني غير المستشار العمليه هتوه معاه لان الزمالك طول عمره اللي بيصدر مشاكله هم ابناء نادي الزمالك للاسف هم ابناء نادي الزمالك ومش مش بتكلم هم في لعيبه انا ممكن اتكلم في الصحافه كمان انا شايف أي ان حاجة بقى صحافه لعيبه جمهور اعلام جهاز فني اعلام هم الزملكاويه نفسهم اللي زعلان بيطلع يهاجم وبعدين بيصطاد برضه في حاجات ان بعيده خالص عن الكوره يعني تمام. ممكن بيسرب حاجات بعيده خالص عن الكوره خالص يعني. اللي واقف لهم بالمرصاد بقى هو المستشار صراحه بص انا بايد حضرتك برضو في الحته دي بس برضو لو جينا واتكلمنا في انديه اخرى تمام او بالنادي الاهلي خليك صريح خلينا صراحه تمام هتلاقي برضو في ناس تمام من النادي الاهلي منتمين للنادي الاهلي ورموز في النادي الاهلي طلعوا واتكلموا لو حضرتك عايز امثل كمان احنا عارفينهم يعني كابتن مصطفى يونس كابتن كابتن عادل هيكل يعني رموز من رموز النادي وجوموا اتكلموا على النادي الاهلي بشكل مش كويس وقالوا كلام مش هقول لك على حاجه يا كابتن حسام اللي يتكلم دي ما فيهاش مشكله قول رايك تمام المشكله في الزمالك ان اللي بيعمل يعني بيتصدر مشكله ما هو الاهلي كل يوم فيه مشاكل بس ما بتتصدرش للاعلام ما بتخرجش بره زي البيت اللي في الزمالك مشاكله جواه قبل المشكله ما بتخلص بتكون خارجه بره والله ده حضرتك والمشكله شغاله بتخرج بتتعرف على طول في الاعلام وبتتصور بصوره يعني اما النهارده مع احترامنا طبعا الكابتن مصطفى يونس ده قامه كبيره جدا في النادي الاهلي وكان كابتن النادي الاهلي في يوم من الايام اكيد اما يخرج ويقول الاهلي كذا او عادل هيكل يقول اصل الاهلي كان بيكسب بكذا ده ما بيأثرش على النادي الاهلي المشكله ان انت تجيب مشكله داخل النادي وتسربها هي دي الازمات اللي بتحصل في النادي زي البيت اللي مثلا بتطلع مشاكله كلها بره الناس كلها بتعرفها وبلاش ننشر غسلنا هي دي للاسف هي دي اللي موجوده عنها. كل انديه فيها المميزات وفيها انما الاعلام بريء من الكلام ده يا كابتن حسام وانت بقالك يده طول النهارده في الاعلام لا بس الله حضرتك على حاجه حضرتك بصراحه يعني محايد في كل حاجه بتتكلم على نادي الزمالك والنادي الاهلي والانديه كلها يعني يعني بصراحه بامانه ربنا والله صح ذوقك ربنا يخلي حضرتك طبعا كده فقره نادي الزمالك انتهت
اعتقد ان احنا نكون يعني ما فوتناش حاجه نادي الزمالك. لا وكل التوفيق لنادي الزمالك ان شاء الله وصعوده لربع النهائي. هو فاضل نقطه واحده ان شاء الله هيبقوا ثلاثه ان شاء الله. هيبقى تاريخي يعني صعود تاريخي ان شاء الله. يفوز على مازيمبي في القاهره يا رب. ده صعود تاريخي نادي الزمالك وبيعوض الخساره هناك بثلاث اهداف مقابل لا شيء، حتى لو واحد لو بهدف مقابل لا شيء. والله استاذ احمد انا شايف ان دي زي الكونفدراليه السنه اللي فاتت بالظبط. خسرنا من جورمايا كسبنا البطوله بعد كده. ما انا بقول لحضرتك هيبقى ان شاء الله رد اعتبار لنادي الزمالك ان شاء الله باذن الله. نروح لفقرتنا الثانيه، النادي الاهلي وبلاتينيوم. الاهلي يعني وضع نفسه في ازمه، مأزق كبير قوي، مأزق كبير، لان انت النهارده مطالب باربع نقاط، تكسب النجم الساحلي في القاهره وتعادل ايجابي او سلبي مع الهلال السوداني في السودان. طيب هنشوف طبعا نتائج وترتيب المجموعه النادي الاهلي قبل ما نتكلم عن النادي الاهلي. الهلال النجم الساحلي برصيد 9 نقاط، يليه النادي الاهلي 7 نقاط، يليه الهلال السوداني 6 نقاط، يليه بلاتينيوم نقطة واحدة ومن النادي الاهلي. رايك ايه في اداء النادي الاهلي النهارده يا كابتن حسام؟ لا النادي الاهلي من الواضح ان الفايلر عنده مشكله في الـ في الـ في الماتشات الافريقيه. ايوه عندهش خبرات ماتشات افريقيه، بيلعب برتم واحد زي الدوري المصري. هو بيلعب 4-2-3-1. اه بتكلم على الريتم. ايوه ما بتكلمش على الطريقه. تمام الطريقه هو بيلعب ب 4-2، بيلعب ب 4-2-1-1-3. تمام دي هو ما بيغيرهاش. تمام مطير على طول الباكين بتوعه او فعلا. علي معلول بالاخص. تمام وكانت سبب النهارده طول ال 90 دقيقه بيلعبوا على الحته دي بالاخص الشوط الاولاني، وتحس ان معلول ما جاش يعني ما راحش معاهم. وهو ما كانش في تركيز منه خالص بجد، كان بيلعب تركيز خالص. مباراه لعلي معلول لعلي معلول الموسم ده والموسم اللي فات كمان بعتب بقى على فايلر في الحته دي. يعني انت مدرب اكيد ممكن يكون اللاعب مش في حالته، مش مركز، ما عندوش مثلا ذهنه مش صار. انت أيوة. المفروض انت اللي توجه. طب انت سبب التعادل من وجهه نظرك يا كابتن حسام؟ هو انا يعني انا شايف ان هو ما كانش محضر للماتش. شايف ان هو هل استهتار مثلا او استهتار مثلا ما عندوش ولا ان انت جاي خسران 3 مباريات لا بس الاهلي برضه في مأزق يعني إيه؟ ما هو كان الاهلي قبل الماتش في مأزق، لازم محتاج 3 بونت. أيوة لا طبعا. هو ممكن يكون برضه يا كابتن احمد يعني ايه كسبان الفرقه 3 تمام في الماتش اللي في القاهره. أيوة هنا 2 قصدي بس لازم نحافظ بارتياحيه يعني. أيوة كسبان 2 بارتياحيه وعندهم مشاكل 6 لعيبه تغيير وما فيش ولا بونت وما عندهمش ولا بونت، فرايح برضه يعني عندك برضه ايه الثقه اللي انت هتكسب في اي وقت. تمام فطبعا يعني نقدر نقول هي ثقه زياده مثلا من اللعيبه ولا اجهاد؟ يعني انا شايف النهارده في 4 أو 5 لعيبه ما حضروش المباراه. لا هو كمان يعني انا شايف ان المدرب مذاكر الاهلي ولعب على هو بعيد خالص بلاتينيوم بعيد خالص الجنب اللي شايف ان الميزه بتاعت الاهلي اللي هو علي معلول. عندك الشوط الاولاني 6 كور من ناحيه علي معلول والهدف علي معلول خطا كبير منه وكان مثبت له اللي هو اللاعب اللي هو شيكويندي على طول وراه. رقم 11 اسمه ايه؟ رقم 11 نسيالة. ده كان بيلعب على احمد فتحي. على احمد فتحي اجهد احمد فتحي ممتاز بجد ممتاز اجهده بجد. لاعب من هو تقدر تقول ان المدير الفني لفريق بلاتينيوم قدر يعني في الجنبين معلول واحمد فتحي على المفاتيح بتاعت النادي تعبهم جدا النهارده. فصل بص ميزه الاهلي ان هو بيعمل خطوط يعني لعبه دايما فايلر بيلعب بخطوط اللي هو مثلا لما يعني ناحيه الشمال بتلاقي علي معلول بيروح معاه اجاييه او مثلا رمضان صبحي تمام بيضم لهم مثلا السوليه بيعمل زي خطوط. ايوه حته المدرب بتاع بلاتينيوم لما حط شيكويندي ونسيالا تمام وقف الباكين تمام وبالذات الشوط الثاني ففصل خط الدفاع على نص الملعب وبداية الهجمه من سواء من الباك اليمين او الشمال فكان الشغل فرد خلاص الشغل فرد. وبعدين الاهلي كان بيتميز برتم بطيء سواء اجاي او هو يعني التباعد في الخطوط هو كان يعني السبب برضه ايه التباعد في الخطوط هو كان السبب تباعد التباعد في الخطوط كان هو السبب من اسباب هزيمه النادي الاهلي النهارده والتمركز الغلط برضه خلينا نتكلم برضه التمركز الدفاعي الغلط. طب لو قلنا من 1 لـ10 تقييمك ايه لاداره فايلر في مباراه بلاتينيوم النهارده كابتن مستر فايلر ده يعتبر اديله كام من 10؟
اديله النهارده 3 من 10. 3 من 10 اقل مباراه لعبها مستر فايلر كانت النهارده. تمام. مش عايزين برضو نذبح مستر فايلر. مستر فايلر من المدربين الممتازين زي كارتيرون. اه يعني هو مدرب ممتاز، انا شايف ان هو مدرب ممتاز. طب هل الغيابات مأثره على النادي الاهلي؟ يعني الى حد ما مأثره، بس هنتكلم في حاجه استاذ احمد برضو محدش خد باله منها. النادي الاهلي في الدوري بيكسب، بيكسب امتى؟ الشوط الاولاني لو حضرتك تلاحظ بيطلع 0-0 وبيكسب الشوط الثاني، الشوط الثاني وساعات السوق الشوط الثاني في اخر ربع ساعه او اخر نص ساعه. تمام. ده برضو ما عملش حسابه فايلر النهارده، كان سبب من اسباب الهزيمه. قال لك انا ممكن الشوط الثاني ان انا اقدر اعوض الهدف واجيب هدف ثاني، وللاسف هو كان ادار المباراه النهارده. انا شايف النهارده 3 من 10. 3 من 10. انا بصراحه مش عارف اتكلم عن النادي الاهلي، لان هو دخل نفسه في حزبة بيرما. يعني انت لازم تكسب النجم على ارضك وتتعادل مع الهلال السوداني، ودي مساله الى حد ما يعني صعبه. كنت انت بعيد عن كل ده. يعني الفوز النهارده، فوز النهارده كان الاهلي كان يعتبر صعب. يعتبر زي الزمالك برضه، هيبقى بنسبه اللي هو 80-90%. لكن كان هيكسب النجم الماتش الجاي. خلي بالك النجم ده مستحيل. النجم لا، والنهارده كان فايق النهارده مع الهلال بصراحه. صعوبه النجم الساحلي، الهلال السوداني كسبه على ارضه في تونس. النهارده النجم بيكسبه النهارده في السودان. لو يعني الهلال كان مهاجم على النجم الساحلي طوال المباراه النهارده، بس قدر يخطف. النجم الساحلي قدر يخطف. هي الفرق الكبيره كده يا جماعه. ايوه انا حتى توقعت النجم الساحلي هيصعد على فكره. انا كنت متوقع. في ناس قالت لك لا ده هو ده هيخرج للاهلي وهيخرج هيخرج للهلال. لا قلت النجم الساحلي هيصعد. طيب هل النهارده في الحكم بيلغي هدف صحيح للاهلي امام بلاتينيوم بداعي التسلل؟ انت شايف الهدف ده هدف صحيح ام تسلل؟ لا تسلل، لا تسلل واضح. لا تسلل واضح، تسلل يا كابتن. على مرمى محسن. التمركز بتاعك كان غلط. ايوه. طب ايه رايكم في اداء كهربا النهارده منذ اشتراكه في بدايه الشوط الثاني؟ صفر. لا 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 لا، نتكلم بص يعني هو كابتن حسام. يعني نتكلم على كهربا. الاتصال الاول كبير الزملكاويه عم سيد جوده. الو الو حبيبي يا استاذ احمد، ازيك؟ ازيك يا عم سيد؟ حبيبي يا استاذ احمد، ازيك حبيبي؟ ربنا يخليك. شوف المحترمين الزملكاويه، اهلا بيك يا عم سيد الجميل. ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. مبروك الفوز يا عم سيد. عامل ايه؟ الف مبروك الفوز. كبير مشجع الزمالك يا عم سيد. طبعا. الله يبارك فيك. احنا بنبارك لجمهور الزمالك وبنبارك شعب المشاشار، وكلمتين معجلين كده عشان البرنامج على اوشك الانتهاء. بسرعه يا عم سيد. بقول لعيبه الزمالك، انتوا لو رجاله صح وواخدين فلوس صح من نادي الزمالك اغلبوا مازيمبي 3-0. اربعه ان شاء الله يبقى صعود تاريخي. ان شاء الله ان شاء الله نصعد اول. ما تحرمش منك يا عم سيد. ان شاء الله يا كابتن، بتحياتي لصف برنامج. شكرا شكرا. النادي الاهلي النهارده بيتعرض ديانج اللي هو افضل لاعب افضل لاعب في الملعب لاصابه ويدخل المستشفى الاهلي. ايه رايك في الموضوع؟ لا دي هتاثر على اداء النادي الاهلي في الدوري وفي افريقيا بصراحه. ديانج انا شايف الفتره الاخيره مع قفشه مستوى ثابت. انا شايف ان مفاتيح اللعب بتاعت فايلر ديانج وقفشه بصراحه. ايوه فغيابه هيأثر جامد جدا. هل استحق رامي ربيع واحمد فتحي الكارت الاصفر؟ اكيد طبعا. اكيد خشونا في اللعب. اكيد كان عندهم خشونة في اللعب. طب هل اللاعب قفشة النهارده عليه علامات استفهام في الشوط الاول؟ هل تبديله يعني هو كان وليد سليمان كان في السكور، كان هو اللي في السكور، حصل اصابه نزل في الكهرباء في التسخين. في التسخين وليد سليمان كان في السكور، كان هيبدا فكان قفشة في الاحتياطي. هل دخول قفشة مكان وليد سليمان ده سبب هبوط مستواه النهارده او معنويات؟ عدم الجاهزيه. يمكن عدم الجاهزيه ان هو كان وليد سليمان هو اللي هيبدا. أيوة. فما ركزش برضو الى حد ما في الماتش. هو ده اللي كان سبب من الاسباب اداؤه النهارده بصراحه عليه علامات استفهام. قفشه بصراحه انا شايف ان هو مفتاح النادي الاهلي في الفترات الاخيره. يبقى كده النادي الاهلي، عشان برضو نبقى انا مش لاقيين حاجه نتكلم فيها عن النادي الاهلي، لان اداء النهارده مخيب لامال جماهير النادي الاهلي. يعني مباراه للنسيان الاهلي عشان يصعد النهارده. طبعا مباراه للنسيان يا كابتن حسام. نتفق ان لازم 3 بونت في القاهره وبونت في السودان. لو عاوز يصعد اول ياخد الست نقاط. بس دي مساله لحد ما يعني بنتمناها، بس هي صعبه يعني. نتمناها احنا. نتمناها. نتمنى طبعا الانديه المصريه كلها يعني. تمام. كل خير. يعني ان شاء الله. ولكن الامر يعني هو دلوقتي في ايد النادي الاهلي. لعيبه لو خذلت جمهورها يعني لا يحمد عقباه زي ما بيقول. بس انا يعني. انا توقعي كتوقع النادي الاهلي هيصعد مع النجم الساحلي. عندنا ستانلي نجالة صاحب الهدف الأول في الأهلي وأحد الصفقات الجديدة وأول مباراة له النهاردة. يعني هقول لك إيه، أنت إيه رأيك في أداء المهاجم
ستانلي نجالا. والله انا شايف ان هو لا انا شايف ان هو مهاجم كويس جدا. شايف ان هو الفرقه اللي هيروح اول مباراه له النهارده مع بلاتيني. انا شايف بصراحه ان هو ده لو لعب معاهم كان النتائج بتاعتهم هتتغير الى حد ما. كان هيخشوا برضه مع الاهلي والهلال والنجم. على العموم كل التوفيق للنادي الاهلي وان شاء الله يصعد هو نادي الزمالك لربع النهائي ونحتفل بهم من خلال برنامج الكره والجماهير. في عقبات للنادي الاهلي ولكن ان شاء الله بامر الله صعود لربع النهائي، بس اللعيبه تبقى رجاله ويتعهدوا امام الجمهور ان يعني لازم الاهلي يصعد ان شاء الله لان شاء الله. لا بديل عن الصعود. ممثل الكره المصريه. كان عندنا فقره الكابتن حسام حسن وبريم حسن بس مش هنتكلم عنها. مكملين مع سموحه ولا لا يا كابتن حسام؟ متهيألي يعني لا مفيش وقت. ها مكملين لا ولا لا؟ لا هو الماتش الجاي على ما اعتقد ان يعني اخر مباراه. اخر مباراه يعني. لا هم قدموا اعتذارهم ان هم خلاص. مش هيكملوا خلاص. كل التوفيق للكابتن حسام وكابتن ابراهيم. وبكده حلقتنا بتكون انتهت. اسعدتونا ونورتونا كابتن احمد. ما لحقناش الوقت بيعدي مع حضرتك بسرعه. حبيبي ربنا يخليك نورتنا يا كابتن حسام. الله يخليك كابتن. اعزائي المشاهدين وقت حلقتنا انتهى. ان شاء الله نشوفكم الاسبوع القادم على خير والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله ينورك.